تكلمنا كثير عن ضعف الإدارة المحلية وتكالب العديد من الأحزاب للأسف على وضع نينوى المحلي. نينوى اليوم تدار من أحزاب خارجية، الجميع يعلم بهذا الأمر. نينوى ومدينة الموصل لا تستحق ما يحصل لها اليوم. هنالك عمل في الأرض من قبل البلدية، وهنالك عمل على الأرض من قبل جزء صغير من دوائر الدولة، ولكن الهم الأكبر الذي تحمله نينوى وهو ما حدث لها منذ عام 2014 حتى عام 2017 عفوا لم ينتهي إلى حد الآن. شواخص الدمار موجودة ومشاكل المحافظة ما تزال. تكلمنا كثيرا عن وجود ملفات مهمة يجب أن تدير الحكومة المحلية وجهها إليها وأن تبدأ بمعالجتها، لكن للأسف نلاحظ بأن هنالك ضعف في الإدارة المحلية، كذلك نلاحظ هنالك ضعف من قبل الجهات المعنية بالرقابة على المشاريع والموازنات والأموال التي تصرف. بحاجة نينوى بحاجة إلى دعم أكبر من السلطات القضائية ومن رئاسة الوزراء حتى تتمكن ويتمكن أبنائها ويستطيعون العمل لإعادة إعمار هذه المحافظة وإنهاء مهزلة الخمس سنوات التي لم تنفض نينوى إلا نصف أو أقل من نصف من جراحها ومما تعرضت له خلال تلك الفترة. المشكلة الكبيرة التي يعاني منها نينوى اليوم هو تدخل أحزاب وتدخل شخصيات حزبية، ولائها ليس لنينوى وإنما ولائها يكون لأحزابها ولشخصيات خارج حدود المحافظة، فلهذا تعمل جاهدة على كسب المنفعة الشخصية لنفسها ولحزبها وللجهة التي دعمتها لتكون في موقع المسؤولية وتتصدر الواجهة عن أهالي المحافظة. وكذلك أعول أنا بهذا الكلام على أهالي المحافظة وأهالي مدينة الموصل بأنهم أعطوا للأسف لبعض هذه الجهات حق تمثيلهم في الحكومات، سواء الحكومة المحلية أو الحكومة المركزية أو في السلطة التشريعية.